شرح الكلمة 17. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الشرح الثاني. أسئلة حول الربا: ما حكم البنوك التي تغير سعر الفائدة؟ العائد المتغير المبني على تغير سعر الفائدة عالميا ده ربا، لكن لو العائد بيتغير بناء على الربح والخسارة، أنا ليا مثلا 20%، العشرين في المية ده ممكن يكونوا يعملوا 1000، ممكن يعملوا 500، ممكن يعملوا 10,000 حسب الربح، ده يجوز، لكن مش كل تغير نسميه المعاملة الإسلامية. طيب، ما حكم بيع بعض الدكاكين كله ب5 جنيه؟ ده يجوز، لأن أنت بتشوف البضاعة قدامك، مفيش جهالة أصلا. طب ما حكم خدمة سلفني 3 ب3.5؟ دي أصلا مش ربا، أنت متسلفوش حاجة، ده هو بيقول لك هتاخد الخدمة دي هنرفع السعر المكلمة عليك، وبدل ما تسدد جنيه هتسدد 3.5، لكن أصلا مفيش سلف فيها، يبقى ده ليست ربا ومفيش أصلا سلف. طيب، ما حكم السحب عن مكشوف؟ يعني ايه السحب عن مكشوف؟ يعني اقعد اسحب بضاعة اسحب بضاعة، وفي الاخر ابص اشوف انا خدت كام غلط. لازم البايع يديني بصفة دايما يقول لي انت اشتريت قد ايه، لازم. حرام السحب بدون ما اعرف انا ماشي ازاي. وبعض البنوك بيديك فيزا، والفيزا دي لك امكانية تستلف مبلغ وتسده خلال 45 يوم، ده ربا. ليه؟ ممكن انت تموت، يبقى اهلك ممكن ما يلاقوش فلوس يسدوا، يبقى انت كده اوقعتهم في الربا. مجرد موافقتك على ان انت لو اتاخرت يبقى عليك فوائد، هو ده الربا. انت هتقول لي انا ما بتاخرش، اقول لك مجرد موافقتك هو ده الربا. طيب، ما حكم من يقوم صاحب العمل بتحد واحد عنده محل يقول اللي هيشتري بمبلغ فلاني عديله رقم ويدخل في سحب، فواحد داخل يشتري ب100 جنيه، فيقول لك طب انا اشتري كمان ب100 جنيه عشان اخش السحب، كده ربا. المسابقه دي ربا. ليه؟ لان الناس كلها هتشتري زياده، فهو هيكسب زياده، فكسب من كل واحد 10 جنيه، وهم 1000، يبقى كسب كده 10,000، وهيطلع جزء ب1000 جنيه. يبقى ده حرام، ده حرام. البدام اشترط انه يشتري سلعه معروضه، يبقى ده حرام وربا. طيب، واحد بيجمع ازايز كاكولا وعشان لا المحل اللي اعلن تحديد جايزه عينيه، ده مش ربا، ده كل ده ميسر ميسر، لان اذا قلت كل واحد بيدفع حاجه زياده وواحد بيقش ده كله، يبقى ده ميسر. طيب، السؤال السادس: الاوراق الماليه القديمه اللي بتتباع، اللي هو الناس بقى هواة العملات التذكاريه، يجيب عمله قديمه ويبيعها، لو العملة دي تروح بيها البنك هتاخدها، يبقى حرام. لكن لو العملة دي خلاص اتلغت، يبقى يجوز تبيعها بأكتر منها وفوري ومثلي كمان، لأنها بقتش ثمن. دي ما بقتش ثمن. طب بيع أرداب برز ب2000 جنيه، ده يجوز على أقساط، ويجوز الفورية والمثلية. ليه؟ لأن ما فيش مختلف، العلة مختلفة اللي هي الثمنية، فلا يشترط الفورية ولا المثلية، يبقى العلة مختلفة. مدام العلة اختلفت يجوز نعمل اللي نعوزه. طيب، سيارة بسيارتين، حيوان بحيوانين، برضو قلنا العلة هنا مفيش أصناف، مش صنف أصناف ربوية أصلا، لأنها ليست طعاما ولا أثمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعبدين أسودين، اشترى عبد بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك، في قصة كده بتاعت العبد الأسود. طيب، ما حكم الاشتراك في الفيزا أو ماكينة الفيزا؟ ربا إلا بالشروط، عشان تبقى تجوز لازم الشروط دي: أول حاجة يكون بنك إسلامي، ويكون النسبة المخصومة ثابتة لا تتغير بتغير المبلغ، وإنه يسحب من رصيد فعلي وما يستلفش بالفيزا كارت، لأن لو استلف يبقى كده أقر ووافق إنه يدفع لو تأخر عن 45 يوم. يا البنك يكون إسلامي والمخصوم يكون ثابت وتسحب في رصيد فعلي. طيب، أصحاب المزارع والحدائق وشجر التين عاوز يزرع التين دلوقتي، احنا في شهر اهو، في شهر زراعة التين، في شهر واحد، وعاوز معهوش فلوس، هو بيعمل ايه؟ أول حاجة يروح للتاجر ويقول له سلفني فلوس، فالتاجر يسلفه مقابل ان هو يضمن ان هو التين ده جاي له هو اللي يبيعه، أو الجوافة دي جاي له،
ضريبة. ليه؟ لأن هو أقرضه قرض والقرض ده جر نفع، إن هو ضمن إن هو يكون السمسار اللي هيبيع التين دوت. طيب التصرف التاني إنه يبيع الثمار قبل ما يدوه صلاح، يجيب ناس يقول لهم الأرض التين ده خدوها ب 10,000 جنيه وأنتوا حظكم. الكلام ده حرام، ده باطل إجماعا. التصرف التالت إنه يقترض من البنك بضمان الأرض، وده حرام وربا. التصرف الرابع ان يبيعه التاجر سلم، وده بقى التصرفين اللي جايين دول، الرابع والخامس، ان يقول له انت ليك عندي 100 قفص تين بالمواصفات الفلانيه اليوم الفلاني كيلو ب5 جنيه. طب لو جينا اليوم ده يوم التسليم والارض ما طلعتش، هو في ذمته 100 قفص اللي اتفق عليهم. طب فرضنا هو بيع له الكيلو ب5 ولقى الكيلو ب10، ده رزق التاجر بقى. طب فرضنا الكيلو هو باعه ب5 والسوق بيقول ان الكيلو ب3، يبقى برضه ده رزق التاجر، رزقك ورزق التاجر. بعت سلم، قال ان سلم من اسلف في شيء معلوم الى كان المعلوم الى وزن المعلوم يجوز. او تعقد عقد بينك وبين الراجل اللي هتستلف منه ان يكون شريكك في الارض، يكسب نسبه من الارض كلها تزيد مع زياده الانتاج وتقل مع الانتاج، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل عقد مساقاه ومزارعه مع اليهود. يبقى التصرفين الصح يا اما يبيع له سلم بسعر معين، يا اما التاجر يخش معاه عقد مساقاه يكسبوا مع بعض ويفشلوا مع بعض. طيب لو واحد بقى اعان على ربا، يبقى برضه ده حرام، زي واحد اشترى اسهم في شركات تتعامل بالربا، ده حرام. ينفع اتعامل مع شركة بتتعامل بالربا، يعني ينفع اشتري من شركة العمرية المنسوجات منسوجات، لان شركة العمرية دي مالها مختلط، في حلال وفي حرام. لكن ما ينفعش اشتري اسهم في شركة العمرية، لان لو اشتريت اسهم بقيت انا صاحب الشركة، يبقى انا كده بفوض صاحب الشركة وبقول له اعمل ربا اللي انت عاوزه، وكل ده انا اللي ساهمت فيه، انا اللي اديته فرصة يعمل ربا، غير اللي بيشتري فهو بيشتري من شركة مختلطة المال. طيب العمل في البنوك الربوية حرام وحرام لغيره، لا يجوز الانتفاع، لا يجوز الانتفاع بالمال ويجب التصدق به إذا كان في قسم الائتمان أو قسم الربا. طب لو واحد شغال في قسم العملة أو الحوالات أو اللي هي المعاملات الحلال، ساعتها نقول له أنت حرام لغيره، ينفع تنتفع بالمال ولكن انت اعنت اهل الشر على شره. فقال ان ما ينفعش تقعد في مكان في زنا، ودرهم ربا اشد عند الله من 36 زانية. فيحرم الانسان يعين اهل الباطل على باطلهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.